أكثر ما يثيرك أثناء التجوال في مدينة باريس هو الطراز المعماري لمبانيها. إن مظهر باريس الحالي كان نتيجة لمشروع حضري هائل حدث في منتصف القرن التاسع عشر، فحول المدينة إلى واحدة من أبرز العوالم بمعماريتها المميزة. كان ذلك على أيام حاكم مدينة باريس جورج هوسمان، الذي أمر بهدم مناطق كاملة من أجل توسيع الشوارع التي زينت بمبان حجرية كلاسيكية فخمة. ومنذ ذلك الوقت استقر المشهد المعماري الباريسي الذي اعتمد البناء الحجري كطراز للمدينة، ولم يشهد كثيرا من التغييرات منذ القرن التاسع عشر وحتى اليوم. تمثل الرطوبة سببا مباشرا في تلف المباني، وزيادتها النسبية تؤدي إلى تفاعلات كيميائية أهمها تحويل الغازات الحمضية والتي لها خطرها على مواد البناء الأثرية في المبنى عموما. وتكمن الصعوبة الكبرى في تحديد مصادر الرطوبة التي تؤدي إلى تلف المباني. علاوة على ذلك، فإن التلف بسبب الرطوبة ما إن يصيب الحجر حتى يصعب توقفه، بل إنه سيتابع انهياره ما لم تتخذ الإجراءات الجذرية اللازمة. لا يمكن الحديث عن البناء الحجري لمدينة باريس دون الإشارة إلى البداية التي تتمثل في أقدم مقالع الحجر ومصدرها الأصلي منذ قرون. لذا غادرت باريس بصحبة فريدريك الذي يدير إحدى أقدم ورش صيانة واجهات المباني الحجرية، بحثا عن كنز الحجر الذي يكثر الحديث عنه لدى الحجارين. هذا المقلع الذي يقع قرب الحدود البلجيكية يشهد له التاريخ المعماري لمدينة باريس، بل لعموم فرنسا. وجدت نفسي تحت الأرض، حيث مقلع الحجر الذي يزيد طوله عن 150 كيلومترا، لكنني اكتفيت ببعض الكيلومترات بسبب الظلام الدامس وصعوبة التصوير. أثناء تجوالي في المقالع وجدت مجموعة من الآلات الخاصة بحفر وتكسير الحجر، حيث انتهى عصر المعاول والجهد اليدوي في هذا العمل. تعد هذه المقالع المصدر الوحيد لحجر مباني باريس وضواحيها منذ قرون، وهؤلاء الحجارون ورثوا هذه المهنة عن أجدادهم عندما تحولوا من الزراعة إلى العمل بالحجر أثناء مراحل بناء مدينة باريس. فبقيت منذ القرن الرابع عشر وحتى اليوم مهنة تتناقلها الأجيال. تغير الزمن وتغيرت معه وسائل التنقيب وتقطيع الحجر وصقله، إلا أن نظرة الحجار في اختياره لأنواع الحجر وجودته وصلابته لا تزال بذات المستوى من الحرفية. دراستي المعمارية كانت هنا. توجهت بعدها لدراسة المهنة عمليا من خلال جمعية الحرفيين الجوالة في المدن الفرنسية والعمل مع الحرفيين القدامى. طبيعة مهنتي الحفر وصيانة واجهات المباني الحجرية. كما تعلمون أن الطراز الفرنسي المعماري يعتمد في بنائه على الحجر، وهنا تأتي أهمية صيانته، لا سيما أن هذه المباني شيدت منذ عدة قرون وهي معرضة للتلف وللتآكل بسبب عوامل الطبيعة وكذلك التلوث الصناعي الناتج من عوادم السيارات أو المعامل البعيدة الموزعة حول المدن الفرنسية. تطورت تكنولوجيا أدوات الحفر والتقطيع والزخرفة تماشيا مع احتياجات السوق في عمل واجهات المباني والأبواب والنافورات والسلالم. تبدأ العملية بعد تصنيف الحجر حسب النوع والحجم، حيث تبدأ عملية القطع بالمنشار الكهربائي ليمر بمراحل عدة من الصقل للحصول على لون أحادي يميز القطعة الحجرية ويعطيها رونقا جماليا حسب الشكل الهندسي. مهمتي موزعة بين صيانة الواجهات وبحسب الضرر الناجم، وهناك ألتفت إلى تفاصيل التماثيل
وهنا علينا إعادة الجزء المكسور مع أهمية المحافظة على ذات نوع الحجر الذي نحت منه التمثال أنذاك. والمهنة الثانية هي إعادة واجهات المباني القديمة بعد عمليات تشخيص مواقع التلف وتحديد نوع القطع البديلة وفقا لخارطة بناء السلم أو واجهة المبنى، وكذلك إيجاد العجينة المشابهة التي تربط بين أحجار واجهات وسلالم أزقة باريس. وبعدها يتم الصقل والتلوين بذات لون الحجر القديم لدرجة يصعب التمييز بينهما. إن المهمة ليست بسهلة، لا سيما بعض المباني التي يرجع بناؤها إلى عصر هنري الرابع في القرن السابع عشر. المؤسسات الحكومية والمتاحف والمواقع الأثرية التي تهتم بصيانة المباني التاريخية والأثرية التابعة لها هم زبائن دائمون لحجار باريس، فهذه المهمة تتطلب حجاراً ذا خبرة مميزة وورشاً خاصة وفق شروط صارمة معتمدة من قبل هذه المؤسسات في صيانة تلك الأبنية منذ بنائها. لذا تعتمد هذه المؤسسات على حرفيين معتمدين، وهم لا يتجاوزون العشرات في باريس ومدن الضواحي، إذ لا يسمح للمتطفلين والمغامرين بالمساس والاقتراب من هذه الحرفة. وعليه فليس من منافسة تذكر للحصول على عقود الصيانة بقدر الاعتماد على حجارين بعينهم معروفين في صيانة أغلب واجهات المباني وسلالم باريس القديمة. ما زالت باريس الأمس واليوم تتحدى بموسيقية جمالها المعماري وتفرده ثقل الزمن الذي يتركه على بعض واجهاتها، وذلك بفضل الحجارين الذين يعيدون جمال مبانيها بمطارقهم، كما العطار الذي يتحدى الزمن بأعشابه. حجار باريس هو الجندي المجهول الذي لا نسمع منه سوى صوت مطرقته ولا نرى سوى جمال عمله الذي تجلى.